فكرة انه بعض الجمعيات، احنا مش بنعمم، كنا بنتابع الفترة اللي فاتت ان هم ممكن يتواصلوا مثلا مع الأمم المتحدة، مع اليونسكو، مع يعني ويتدخلوا في حاجات كتير جدا، ويعملوا مؤتمرات هنا في مصر، ويدخلوا في مشروعات، وينزلوا قرى ومحافظات الصعيد. هو ده كان العادي؟ خلينا نقول انه المؤسسات كونها انها تتعاون مع منظمات سواء حكوميه او غير حكوميه اجنبيه ما فيهوش مشكله، لكن هي المشكله ان يكون دون على مرأى ومسمع من مؤسسات الدوله، لان زي ما في منظمات اجنبيه غير حكوميه انجاز التعبير نزيهه وشريفه وفعلا عايزه تشتغل في التنميه وعايزه تساعد الدول اللي بتعاني صعوبات زي بلدنا، في كمان مؤسسات ومنظمات اجنبيه غير حكوميه مشبوهه مرتبطه بكيانات معاديه لمصر وبتحاول تدخل مصر عن طريق الجمعيات عشان بشكل اساسي تجمع معلومات عن المجتمع المصري. عايز اقول لحضرتك ان كان زمان يبقى في مشروع ما منظمه اجنبيه غير حكوميه تدعي مثلا انه تنمية المجتمع أو تنميه تمكين مجتمع المرأة وهيتكلف مثلا 10 مليون دولار، فتلاقي حضرتك انه يقعدوا 5 6 سنين 3 سنين ولا حاجه ولا 4 سنين بيجمعوا معلومات عن طريق دراسات ميدانيه عن كل حاجه، عن كل حاجه في حياه الشعب المصري. وطبعا حضرتك عارفه نماذج الاستقصاء، واكيد المواطنين اللي بيسمعوني اكيد مروا بتجربه زي كده ان حد يروح يخبط على الباب خصوصا في الصعيد على فكرة، ده وايوه حصل في ويطلب القرى ايه؟ يطلب منه بيانات. بيانات، انت عندك حد في الجيش، انت بتشتكي من ايه، انت بتعمل ايه، يعني الى اخر ذلك. والبيانات دي حضرتك عارفه طبعا بتتاخد وتتبعت وكان منها سيادة النايب، يعني يمكن احنا اللي لفت نظرنا انه كتير جدا في ال3 سنين الأخيرة على وجه الخصوص كان متعلق بالمرأة المصرية، المرأة اللي موجودة في القرية، المرأة اللي موجودة في الصعيد. وكنا بنشوف تناقض، أنا هضرب لحضرتك مثال وبدون ذكر أسماء، إنه إحدى المنظمات كانت بتسعى لتمكين المرأة في الصعيد، ولكن كانت عاملة ده في أحد فنادق القاهرة الكبرى. يعني هم بص أعتقد إنه حضرتك ده يعني بيراقبوا مجتمعنا رقابة دقيقة، وطبعا واضح جدا ان المرأة المصرية في أزمة بلدنا في الكام سنة اللي فاتوا كان ليها دور مباشر سواء في العمل السياسي في الشارع، ثورة 25 يناير حضور المرأة كان فيها واضح جدا، طبعا وكل الفعاليات من 25 يناير ل 30 يونيو كانت المرأة حاضرة، لدرجة انه بعض الجرائم اللي تعرضت ليها المرأة معذرة ذات تحرش وغيره كان مكثف في الفترة دي عشان يخوفوا سيدات مصر ان هم ينزلوا، وعلى الرغم من كده المرأة نزلت، ونزلت كمان في الاستحقاقات والفعاليات ستة الدستورية الدستور والبرلمان الانتخابات والانتخابات الرئاسية. ولذلك من كتر ما هي مؤثرة تقريبا السيد رئيس الجمهورية وهو بيخاطب الشعب لما بيجي يكلم فئة معينة من الشعب طول الوقت بتبقى المرأة المصرية، لما يناشدها انها تنزل للاستحقاقات الدستورية او في الأزمة الاقتصادية انها تساعد في الترشيد وما شابه، فده معناه ان المرأة دورها مهم. اول ما يبقى في عنصر في المجتمع دوره مهم ثقي تماما ان الكيانات المعادية لينا هتبقى عايزة تعرف ايه بقى قصة السيدات وتحاول تأثر عليها سلبيا بما يضر مصلحة بلدنا ويخلينا ما نستفدش من هذه القوى الهائلة. الأشخاص ذوي الإعاقة طبعا نسبتهم كبيرة جدا في مصر، وفي فابتدوا البرلمان ايضا كمان، والدستور اعطاهم حق يعني اكتسبوه لاول مره. فابتدوا برضو يحاولوا يشتغلوا عليهم ويحاولوا يعرفوا، لان طبعا يقولوا لو احنا قدرنا نأثر على الفئة دي، انت عارفة المواطن من ذوي الإعاقة بيبقى له تأثير وجداني طبعا في محيطه، فلو هو بقى ليه توجه ما يعني ما هواش ايجابي قد كده هيأثر في كل المحيط بتاعه، فهم بيراقبونا وبيبقوا بيشتغلوا علينا ما بـ بـ بكل المكونات المؤثرة فينا. طيب ما أثر